لكم مشاهدينا ولكل سوداني يجيد الانتماء لهذا الوطن، والتحايا من جديد لهذا الوطن بكل هذا التنوع الذي يشكل ذاتنا. واتمنى دائما ان نعرف يعني في اتجاهات مختلفه الحضارات والموروث الثقافي السوداني، ودائما حديثنا عن الحضارة السودانية هو ممتد في زوايا مختلفة، ونحدث الجميع بأن السودان به حضارة ممتدة، لا بد أن يعرف الأجيال هذه الحضارة، والحديث عن الموروث الحضاري فيه حل لكثير من المشكلات حتى في واقعنا السوداني في صراع الهوية، والحديث عن الانتماء السوداني إلى أين وغيرها من المشكلات. واليوم حدث عظيم في هذا الاتجاه، الحديث عن نقل تمثال الملك تهارقة داخل المتحف القومي. وللحديث حول هذا الموضوع سعداء أن يكون معنا واحد من الشباب الباحثين في هذا الجانب، الحضارة السودانية، والمهتمين بأن السودان به أصل للحضارات وامتداد كبير لهذه الحضارات، الأستاذ مهند نصر الدين. مرحب بك وصباح الخير. أهلا بك أستاذة تيسير. مرحب بك. صباح الخير عليكم. ومباشرة نبدأ بحديثنا عن الحدث اليوم. حدث اليوم هو نقل تمثال تهارقة الملك الكوشي العظيم، أو هو نقدر نقول أعظم مناور تاريخي في التاريخ القديم أو في العهد القديم. أيوة، مناور عسكري. تهارقة مؤرخ له 664 الى 690 او 690 الى 664 قبل الميلاد، اللي الفتره بتاعت حكم خلفه وشبكته هو ابن بعانقي. طبعا بينتمي للدوله النبتيه او مروي الاولى. من اعظم المحاربين اللي ذكرهم العهد القديم هو تهارقة، ملك من ملوك كوش، موجود هرمه بناري. صح، وامتداد كبير لحديثنا عن تهارقة، ويعني تهارقة في الحضارة السودانية عنده بصمة عظيمة، يمكن على إطار العالم كل الباحثين وكل اللي بيعرفوا في التاريخ عموما بيعرفوا تهارقة كقائد عظيم زي ما ذكرت. خلينا يعني نتكلم مباشرة عن التمثال الموجود في المتحف القومي، الزمن ونقل التمثال وما يعنيه حتى للباحثين للمهتمين بالتاريخ والحضارة. التمثال الليلة حيتنقل من داخل المتحف الساعة 4 بداية نقل التمثال. لازم يكون فيه يعني تشريف عسكري بحكم أنه تهارقة من أعظم المناورين العسكريين في التاريخ القديم. بس اللي أنا بقوله أنه تهارقة أعظم من كده بكثير. يعني الليلة لو السودانيين عرفوا جدهم تهارقة، نحن نقدر نقول جدهم تهارقة، هو أكبر من كده بكثير، لدرجة إنه ذكر في الكتب المقدسة القديمة 5 مرات باسمه. التوراة بشكل خاص. اللي هو داحر الآشوريين وناصر اليهود في العهد القديم. ويمكن ده بيقودنا مباشرة بأنه بما إنه تهارقة هو موجود في التوراة، هو الحديث عن المؤرخين للحضارة السودانية بيتحدثوا عن انتماء تهارقة للأسرة 25، فكيف ترى يعني التضاد في الفكرتين؟ هو ينتمي للأسرة 25، لكن هنالك تلاعب في التواريخ. إذا سألت الآثاريين عن التواريخ بيقول لك والله فيها مشكلة، بس هو في تضارب، لأنه موسى مؤرخ له، إذا كان موسى مؤرخ له 1400 إلى 1200 قبل الميلاد، يعني تاريخ قديم جدا، بينما تهارقة 690 إلى 664 قبل الميلاد، وهو مذكور في الكتاب المقدس اللي هو التوراة. فيبقى كيف موسى قبل تهارقة؟ هذا ما منطق أصلا. نحن مفروض نعيد صياغة تاريخنا، كتابة تاريخنا، كتابة التاريخ بطريقة حقيقية، أو يكون عندنا علم السودانيات. لحد الآن نحن بنذكر التاريخ بعلم المصريات أو علم الكونيليل أو الخواجة، وده علم يعني هم كتر خيرهم، لكن هم ما عارفين الثقافة السودانية وما عارفين الفكر السوداني ذاته عامل كيف، اللي هو نحن لحد الآن متوارثينه من أجدادنا من استهارقة والأسرة 25، فمفروض يكون في علم السودانيات. وقبل ما نعود لتهارقة والحديث عن تهارقة العظيم، مهم أنه حتى نعرف كل اللي بيشاهدونا بهذا الجانب في أنه هي الحضارة الكوشية عندها امتداد عظيم، ولكن للأسف كل الباحث عنها في يعني الانترنت أو في المجالات المختلفة وفق العلوم حتى في المناهج السودانية قد تكون في مشكلات في المعلومات فيما يخص التاريخ والحضارة السودانية. فعلا هنالك مشاكل كثيرة جدا، نحن كمفكرين في التاريخ
انا ما اقدر اقول ان انا باحث في التاريخ، لكن بقعد بقلب في التاريخ، لانه انا ما لقيت زول قدامي او ما لقيت علماء حقيقيين يقدروا يناقشوا اراء جريئه في التاريخ القديم. فمثلا بيقولوا انه مثلا الملك في الزمن ده كان بيتزوج اخته، تهرقة يعني كان بيتزوج اخته، في حين انه ده غلط. ليه؟ لانه الملك بيشوف انه كل الرعيه بتاعته او كل الناس بتاع انه اخوانه، زي ما قال النبي لوط في الايه انه هؤلاء بناتي. فبينتسب كل الدوله له، فهو كان بيتزوج يعني واحده مستحيل تكون اخته، لانه هو اصلا يعني نعتبر انهم موحدين بحكم خاليوت اخوه والترنيمه بتاعته، انني لا اكذب يعني في ترنيمه بالدقه دي وبالجمال دي ويكون هو غير موحد، مستحيل الحاجه دي. فنحن نحن دارين نقرا تاريخنا نحن كسودانيين او علماء. هي القرايه للتاريخ او للحضاره دائما جايه بقرايه الهيروغليفيه او بال يعني اشكال الرسومات الموجوده وغيرها، وكل اللي بيشاهدوا مثلا اذا في الاهرامات المختلفه او النقوش المختلفه في بيروا هذه الصوره للملك وجنبه امراه يعني، فالتفسير دائما هو لاخته يمكن يكون من الزاويه دي. هو لانه الخواجه او الانجليزي لما جاء عالم الاثار ولقى في النقش مكتوب اخته، لكن هو بالمعنى الحرفي ما بيكون اخته. انا الليله بقول لبيت عمي اختي، بقول لبيت خالتي اختي، فهل هي باختي بالمعنى الاصح؟ زي ما قال الطيب صالح، هذه الارض لا تعطي سرها الا لساكنها، عشان نحن نطلع موروثنا وعاداتنا اللي احنا مستمدينها من التاريخ الكوشي، فنحن بس اللي بيفنا الهوى، ما في غيرنا بالهوى. فده طلب انه نحن يكون عندنا علم سودانيات، انه نحن نكتب تاريخنا برانا يا جماعه، وانه نبحث عن الحقيقه يعني دائما. بالضبط يعني كده. كثير من الشباب الباحثين، كثير من العلماء من زمن طويل بيتحدثوا عن انه السودان اصل الحضاره. أيوة. وانه اصل الحضاره الانسانيه والبشريه بدات من السودان، وكثير من المعلومات مؤخرا اللي بشاهدها في النت او في غيرها من الجوانب في المحتوى الرقمي، ويمكن دي مشكلاتنا يعني في انه هو جانب المحتوى الرقمي عندنا فيه مشكله كبيره، اصبحوا يتحدثوا عن انه حتى جنس البشريه هو بدا من السودان. خلينا برضه نتكلم في الجانب ده، يمكن الناس طرقته كثير لكن مؤخرا لانه هو تم تداوله في السوشيال ميديا وغيره فاصبح يعني موجود. هي المعلومه قديمه جدا ان السودان اصل البشريه، دي حقيقة ما في اثنين ثلاثة. بدل الحاجة دي في علماء كتار بدوا في الموضوع ده، منهم العالم الفرنسي توماس رينات، فقال لابد لأي بني آدم في العالم إنه يشيل جوازين سفر، جواز لبلده اللي اتولد فيها سواء كان الصين ألمانيا السنغال أي دولة في العالم، وجواز لبلده الأصل اللي هو السودان. الجينات اللي بيحمل الشعب السوداني هي نقدر نقول كل الجينات اللي في العالم عندها جين من الجين السوداني. صح، ويمكن يعني حتى شارل بونيه لزمن طويل بحث في جانب الأول جين بشري وغيره، وكانت في دراسات مختلفة لأنه أول جين بشري موجود في صاي، يعني حقيقة هذه المعلومة. الكلام حقيقي. هو ال 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 نحن نقدر نقول وادي النيل كله، وادي النيل كله بالذات الجزء الجنوبي اللي هو بيبدأ من المنطقة بتاعت أسوان أو فوق الأسوان لحد ما تجي خش السودان كله، فده دي المنطقة القديمة اللي فيها الجين القديم اللي هو ممتد عبر العالم او الاصل للعالم كله. فدي بشكل اشكاليه عندنا في الهويه بتاعتنا. فنحن الليله في تيارين قايمين، مثلا التيار العروبي او التيار الافريقي، فانا بقول لهم يا جماعه هم الافارقه والعرب طلعوا من عندكم، فكيف انت اصل بتنتسب لافرع؟ نحن خلونا في وادي النيل بتاعتنا دي والسودانيه حقها. صح، ويمكن ده هو حل فعلا للمشكله الصراع الهويه اللي احنا دائما بنتكلم عنه، الافريقي والعربي والسوداني لو عرف انه هو كوشي قد يكون اكثر احتزازا بنفسه اكثر. أيوة. من اي حاجه، لانه تاريخ مجيد يعني كوش يعني اكثر اهرامات في العالم، اكبر مجمع اهرامات في العالم هو في البجراويه. عدد الاهرامات اللي عندنا اللي معروف يعني بقول لك 288 هرم، دي الاهرام القائمه، الاهرام المكسره والاهرام الشبه نص يعني كده اكثر من 900 هرم يعني. صح، ومجموعه من الاهرامات يمكن هي يعني لاحقا جات، يعني نتكلم عن فتره مروي، لكن قبلها سبقتها حضارات كثيره، حتى يعني حديثنا عن تهارقه هو في نبته ونبته يعني قبل مروي، ويمكن حتى انا لما اتحدث عن مروي كثير من الناس بيربطوها بمروي الحاضر. أيه. فخلينا برضو نميز للناس الفرق ما بين مروي
الحضارة، المدينة الحضارية القديمة ومروي الحديثة؟ مروي هي حضارة قائمة بذاتها، أو هي امتداد للسودان كله، سمي بمروي أو الحضارة المروية، اللي هي بتبدأ بعد سنكن أو مسكن، اللي هو حفيد تهارغة، أول من رجع جنوبا وعمل بعد هزم تانوت أمن اللي هو ابن تهارغة. مروي هي كل المنطقة بتاعت الشمال على نهر النيل، على جزء من الوسط، هذا المعروف الجغرافي لمروي القديم، اللي هي الحضارة المروية، الحضارة المروية اللي بتحوي البجراوية والمدينة الملكية والنقعة والمصورات دي، هنا متكلم عنها، هنا هي دي الحضارة دي المروية. دي مروي العاصمة اللي هي العاصمة المروية. فللعودة للحديث عن تهارقة، وقلنا إنه هو كان قائد عظيم، نتحدث عن يعني حملة تهارقة والآشوريين وجوانب مختلفة للانتصارات اللي صنعت من تهارقة هذا القائد المميز. تهارقة هو كان بيقود الجيوش في هو عمر 20 سنة في عهد أخوه شبكته، كان بيحارب الآشوريين سنحاريب بالذات لفترة من الزمن طويلة جدا. كان في عداء بين اليهود، هو أخوه الأكبر اللي كان حاكم قبل تهارقة، اللي هو كان حاكم قبل تهارقة شبكته، كان في عداء بين اليهود والآشوريين، فاليهود استعانوا بتهارقة إنه يخلصنا من ظلم الآشوريين. فتهارقة حرك جيش فيه 1,000,000 نفر تقريبا، ومشى فتح بيت المقدس وهزم الآشوريين وسلم مفاتيح بيت المقدس لليهود. فده سبب من الأسباب اللي بتخليه إنه يذكر في التوراة باسمه 5 مرات. صح. ويعني الناظر للتاريخ ولفترة تهارقة بشكل خاص بيبحث عن مجموعة علوم، يعني إذا تحدثنا عن علم الفلسفة وعلم الفلك، يعني المجموعة من الأحاديث عن هذه المقارنات والمغاربات الفلسفية والفلكية بين هرم تهارقة والحديث عن جبل البركل والقوة لتهارقة الموجودة في جبل البركل. هو في تعامد فلكي فعلا، في يوم واحد في السنة اللي هو يوم ميلاد تهارقة بتدخل الشمس الهرم بتاع تهارقة بصورة كاملة، وبيكون في تعامد بينه وبين القوة بتاعت جبل البركل اللي هي بشكل التاج أو شكل التاج المزدوج اللي رمز الكوشي للملك في كوش. ويمكن بيقودنا مباشرة لأنه يعني حتى نحن بنتكلم عن العلوم دائما بيتحدث عن إنه العلوم وكيف جاءت من أين جاءت وغيرها، دي جوانب، لأنه علم الفلك أيضا كان موجود من زمن بعيد يعني في الحضارة الكوشية. هو العلم القديم هو العلم الحرف، الجزء علم الفلك جزء من علم الحرف. العلم الحرف هو كان علم سائد في وادي النيل، بيضم علوم كثيرة منها الفلسفة، منها الأرقام، منها الحرف، منها الفلك، منها العلم، كل العلوم يعني كانت تدرس جامعة في المصورات اللي هي أول جامعة في العهد القديم. الإخوة المصريين جيراننا بيقوم بيقولوا أول جامعة فرعونية بجنوب الوادي هي جامعتنا. وهي دي كانت في عهد أركماني؟ أقدم من كده، أقدم من كده، لكن اشتهرت في عدد من الكندكات، مثلا أماني شخيتي، أماني ريناس، أركماني، لأنه رسوماتهم بتكون قاعدة هناك، بالإضافة للرمز المروي القديم اللي هو أبدماك، فبتلقيه منتشر في نفس في معبد هناك حتى، معبد أبدماك. والناظر حتى للحمامات الملكية، للجوانب المختلفة لوجود المصورات وغيرها، يعني بيشاهد هذا العلم واقعا يعني، ويعلم انه قدر شنو هي كانت في امتداد للعلوم في الحضارة السودانية. وكنا بدينا الحديث بعلم الفلك، وتذكرت انه هو لتعامد الشمس بين القوة الموجودة في جبل البركل ويعني هرم تهارقة الموجود في نوري. نحن برضو نتكلم في الجانب ده، إنه تهارقة رغم إنه كل الأسرة هي مدفونة في الكرة تقريبا اللي هي الأسرة 25، لماذا تهارقة بالذات يعني ارتحل من هناك وهرمه موجود في نوري أو ما يعرف بالطرابيل طبعا في أهل المنطقة؟ طيب نحن لو جينا نتكلم عن تهارقة، فتهارقة في حد ذاته عظيم، فهنالك يعني الآثاريين ما وصلوا لشيء معين للحدث ده، لكن أنا أعرف معلومة أتمنى أن تكون صادقة، إنه لتهارقة 3 أهرام، هرم في نوري وهرم في ساي وفي هرم في مصر. دي معلومة جديدة طبعا للناس. الناس طبعا الآسيريين ممكن يشوفوا مهمين تدلل عليها، يقولوا لي كيف أنت بتقول كذا،
أنا بقول كذا لأنه معلومة يعني متوارثة من الناس المهتمين جدا بالتاريخ القديم، لأنه راس المثلث بتاع الثلاثة أهرام ديل والهرم بتاع نوري في نفس خط الدرجة بتاع بيت المقدس. في نفس خط؟ الدرجة بتاع بيت المقدس. يعني هي بنفس الطريقة الشمس بتشرق، نفس التعامد الفلكي اللي احنا بنتكلم عنه موجود في الأهرامات الثلاثة. بالضبط كده، هم كانوا يعني بارعين جدا في علم الفلك وحتى في علوم كثيرة. لو جينا نحن لحضارات عموما في العالم كلها بتلقاها اتخذت 3000 سنة في علم الفلك. فليه كل الحضارات قامت في زمن واحد؟ ده سؤال احنا المفروض نجاوبه. يعني الأنكا، بابل كلها بتلقيها 3000 قبل الميلاد. ده سؤال يعني بغض عن حاجات كثيرة يعني إنه ليه؟ فاتضح إنه العلوم القديمة هي كانت علوم متطورة جدا، والدليل حاجات كثيرة بتلقاها مرسومة في الأهرامات من طائرات من الأهرامات نفسها يعني. والأهرامات ذاتها في حد ذاتها يعني أنت بتشيل الهرم وزنه 60 طن، الرافعة اللي بتشيل الحاجة زي دي ما في حاجة بتشيلها 60 طن عشان تبني بها هرم. يبقى كان في فقد للجاذبية. أنا بقترح كده وبشوف إنه كان ما في جاذبية أرضية، وهم قدروا يتلاعبوا بالجاذبية الأرضية، فكان علمهم متطور شديد. وفي حديثنا عن السودان يعني أصل الحضارة وغيرها، يمكن جوانب مختلفة للحديث بتفتح في الصياغ ده. يعني يمكن أنت من خلال السوشيال ميديا شاهدت الأسئلة المفتوحة في جانب أنه هل السودان الموجود حاليا هو السودان المقصود قديما؟ يعني كثير من الناس بتكلم عن رقعة جغرافية كبيرة وأنه السودان ما كان هذا السودان، ويمكن فيها يعني هي محاولة لأنه يعني بما أنه السودان يتحدث عن أنه السودان هو أصل الحضارة فما السودان بس يعني. خلينا برضو نتكلم في الجانب. هو هنالك يعني مثلا نقول بحكم اليوم انه السودانيين مثلا 40 مليون، فانه ده عدد ما كافي انه يقوم ثروات السودان. فممكن يجي يقول لك هو يعني كذا على اساس كله الناس تجيه وتخشوا، لكن ده غلط. السودان للسودانيين، الحدود السودانيه القديمه هي معروفه تماما وين؟ قبل 1916. يعني الإنجليز أضافوا علينا جزء ما كان في التركيبة السودانية وسحبوا مننا جزء تبعوا لدول تانية. يعني السودان القديم هو جنوب مصر، جزء كبير من أريتريا وأثيوبيا، السودان الحالي. ده الرقعة الجغرافية المقصودة المعروفة بالسودان القديم. وهو ما كان اسمه السودان، تاسيتي ثم كوش ثم أثيوبيا ثم واوات وأخيرا نوبيا. هذه الأسامي القديمة للسودان. وده يمكن بيقودنا مباشرة لأنه أين ذهبت هذه الممالك؟ إذا تحدثنا عن تاسيتي كأول مملكة سودانية، أين هي تاسيتي الآن؟ تاسيتي رقعة الجغرافية بتاعتها هي في الشمال، يعني العاصمة بتاعتها في القسطنطينية. أنا بقول إنه تاسيتي ما انتهت، تاسيتي مستمرة، والعالم القديم حتى نحن مستمرين فيه لأنه نحن أصلا سلف لهذا العالم. هي بالتأكيد مراحل مختلفة للحضارة الكوشية. كثير من الناس قد ما يفهموا لما نتحدث عن كوش نحن نتكلم عن شنو. فخلينا مباشرة أولا نتكلم عن يعني المراحل المختلفة لحضارة كوش، يعني وصول المروي للحضارات الحديثة. السودان من بدري يعني من البريهستري، بعد ذلك جاءت تاسيتي. قبل تاسيتي كان في حضارتنا الطبلية اللي هي 16000 سنة قبل الميلاد، بعد ذلك جاءت تاسيتي اللي هي 3900 قبل الميلاد. أول مملكة كمملكة كحضارة كانت تاسيتي، بعدها جاءت الحضارة بتاعة كوش اللي هي مقسومة في الاثنين اللي هي كرما 2500 قبل الميلاد، والحضارة بتاعة مروي. بعد ذلك انتهت حضارة مروي ونبتة في النص. هي نبتة هي مروي. هو مروي الأولى مروي كثير من الناس بتتكلم عنها. بيفصلوا بيناتها، بيقول لك هي نبتة ونبتة ومروي. مروي هي مروي. لأنه تهرغة بيقول أنا اتحركت من الجنوب يعني. وفي اقتحام وهزم ودخوله لمصر يعني كان اتحرك من الجنوب، بعدين كان بيمتد مساحة حكمه كبيرة جدا. كان بيحكي من مضيق جبل طارق إلى جنوب تركيا. وهنالك نقش في أسبانيا الملك تهرغة موجود لحد الآن. وهنالك ربابة في المتحف العراقي أهداها تهارقة بعد هزم الآشوريين للموجودين هناك، وللآن هي قاعدة في المتحف العراقي. فالسودان ممتد
وصف ممتد. بعد ذلك جاءت اللي هي بعد انتهاء مروي وقدوم عزانة جاءت الممالك المسيحية ابتداء من نوباتيا إلى مقرة مكوريا، بعد ذلك علوة، سقوط علوة بدولة سنار إلى أن جاء حكم التركي. يعني المتهمين دائما بانه نحن التاريخ القديم قد يكون فيه باحثين كثيرين، لكن الحضارات الحديثه ايضا فيها مشكلات، وهو مهم انه نعرف التاريخ زي ما ذكرت. بما اننا اليوم بنتكلم عن تهارقه، خلينا نتكلم عن يعني مروي الاولى او نبته. حديثنا عن انه هذه الحضاره تميزها جبل البركل، ولماذا يسمى بالجبل المقدس، ما يحوي هذا الجبل، وقد صنف من اليونسكو يعني كمعالم هي الموجودة في العالم يعني تاريخيا. خلينا نتكلم في الجانب ده، نبتة أو مروي الأولى. طيب نبتة هي بتناسب، هم بعظموا دائما حكيم أو قائد اسمه ألار، فبقوم دائما في نقشهم بقول لك أنا من نسل ألار، أنا ألارة. من تأسيده ألارا هو لحد الآن ما توجد له هرم، لكن هو المؤسس. بعده بيجي كاشتا. كاشتا هو أول ملك بدأ قصف شمالا. الطوالي بعده بيجي ابنه بيا أو بعانخي. بعده بيجي شبكتا شبتاكا، حتى بيجي شبكتو، حتى بعده بيجي تهرق. آخر واحد تانوت أمل. ليه جبل البركل؟ لأنه في الأسطورة بيقول هو مكان تجمع الآلهة القديمة. كل الآلهة بتتجمع في جبل البركل. وبيتوج فيه كمان الملوك. أكيد أي ملك لو ما كان توج في جبل البركل لا يعتمد ملكا. والطقس تنصيب الملك هو نفس طقس جرتك اليوم. اللي هو دائما بيكون في على قمة الجبل. حتى في مروي الأولى مثلا إذا كان أخذنا كرمة كان عندهم بناء تلة عالي كذا ما كان في جبل. فكان الملك برضه يتوج في قمة الجبل. والجبال أسرار كثيرة، السودان فيه أكثر من مليون جبل وعنده أسرار يعني أسر في الجبال. أنا كان سألت عالم بافل رئيس البعثة التشكية، ليه الجبال؟ قلت له ليه نحن ليه الملك يتوج في الجبل؟ قال لأنه الروح تسكن الجبل. وده كلام قريب للمعنى القرآني اللي هو بيقول خذ أربعة من الطير واجعل على كل راسه جبلا ثم ادعوهن ياتينك سعي. فما كان ممكن اقول يا اخي شيل اربع طيارات وقطعهم كذا وقطعهم، بعدين اقول لهم تعالوا ليه خلاه يمشي على كل راس جبل؟ يعني هو اذا كان اخذ اربعه بالمفهوم الاقل ثمانيه، معناه طلع ثمانيه جبال. صعود الجبال حاجه متعبه جدا. ده طبعا تفكير وبحث يحتمل الخطا والصواب، يعني نحن ما بنقول انه دي هي معلومات مثبته بالتاكيد. هي مش معلومات مثبته، هي اقرب للمنطق. لانه ذاته ربنا تجلى للجبل، فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا. ليه اختار الجبل؟ حتى الانبياء ذاتهم لما كانوا بيقعدوا في اعتكافاتهم فبيكونوا في جبال، في كهوف في جبال. فقيمه جبل البركل هي القيمه الروحيه للحضاره القديمه. صح، ويعني كان بيمل يعني يتوج الملوك وغيره. فخلينا برضو في الجانب ده نتكلم عن الصراع الدائر حتى الآن في حديث عن يعني الجوانب المختلفة. الكهنة وقتها كان عندهم يعني دائما حديث عن الملوك، وحتى الكهنة هم من يقرروا حتى موت الملك. الطقس فبرضو مهم إنه نتكلم في الجانب. كان في طقس قديم فعلا، إنه مثلا الملك لما يأخذ زمن الكهنة دايرين يتآمروا عليه، فبقوم بيقولوا آمون يستدعي، وآمون هو الإله الخفي، آمون هو آمين والله. لكن هم التجسيد للحاجة دي بيختلف من حضارات لحضارات أخرى. طقس تنصيب الملك هو طقس بيستدعيك الكاهن، فبقوم بيقول للملك آمون يستدعيك، يعني أقتل روحك. وكان بيحصل كده فعلا إلى أن جاء ملك من ملوك مروي هو الملك أركماني أو أركمني ولغى الطقس ده. فأول ما الكهنة قالوا لي آمون يستدعي، قال موافق خش على آمون. خش في عزلة، طلع بعد ثلاثة أيام قال لهم آمون قال لي يقتلكم أنتم، فقام قتلهم هم. ومن ديك وقت وتم إيقاف هذا الطقس في العهد القديم.
صح، ويمكن هو شيء من التمرد بدا باركماني. أيوة. وانتقل لمروي. حنرجع نتكلم عن مروي الثانيه يعني. ضد السلطه الدينيه حنرجع نتكلم عن مروي يعني، وحضاره مروي اللي كان فيها ازدهار. انا بشكل خاص معجبه شديد بمروي الثانيه، حنرجع نتحدث عنها. ولكن بلدنا حلوه بكل هذا الجمال، بالتاريخ الممتد، بالحضاره الممتده والتي نتحدث عنها اليوم في هذا الحدث العظيم في المتحف القومي، نقل تمثال تهارقة داخل المتحف القومي. نرحب من جديد بالأستاذ مهند نصر الدين. وكان حديثنا في جوانب مختلفة لوجود تهارقة في الحضارة السودانية، تحدثنا عن فترة تهارقة اللي هي فترة مروي الأولى والانتقال لمروي الثانية. مروي الثانية فيها كثير من الرقي وكثير من الازدهار لهذه الحضارة، جوانب مختلفة حتى على إطار الحديد، صناعة الحديد وبداية صناعة الحديد، التجارة والزراعة، وجوانب مختلفة لوجود هذه الحضارة وتميز مروي الثانية. مروي الثانية اللي هي مثلا اللي هي المنطقة بتاعت عهد الكندكات. مروي الثانية حكمتها تقريبا 21 كندكة أو سيدة. صحيح. حكمت مروي. اللي بيميز مروي هو الطراز المعماري، البناء الحجري الجميل اللي نحن بنشوفه في الأهرام في البجراوية، الحمام الملكي في المدينة الملكية. يعني كثير من الناس بس نقول مروي الثانية بيكون فهمهم البجراوية. البجراوية على امتداد كيلومتر أو غيره منها موجود المدينة الملكية، وموجود المقعى والمصورات. أيوه. أيوه. وغيرها، فدي الناس ما بتعرفها، بتعرف دائما بس البجراوية لأنه يعني شكل الأهرام. لكن هو لو أنت عاوز تطلع رحلة أثرية سمحة كده، فأنت تمشي البجراوية بعدها تمشي المدينة الملكية اللي هي بالقرب منها تماما، يعني كيف بتاعت لو مشي ربع ساعة، اللي هي متاخمة للنيل. يوجد الحمام الملكي هناك، حتى البلاط موجود، البلاط القديم في الحضارة المروية، مجموعة من الأشجار كانوا مرفهين يعني. وصقل الحديد مهم نتكلم عنه، إنه هو موجود آثاره في المدينة الملكية. أيوة. موجود المعمل بتاع صهر الحديد أو صناعة الحديد في مروي موجود لحد الآن في المدينة الملكية، ونحن باعتباره أول شعبي في أفريقيا يصهر الحديد في العصر الجميل. الفن في مروي كان جميل جدا، يعني مروي الثانية نقدر نقول النحت، التصور، الجداريات، الموسيقى، حتى الشعر وانت شعره فيتوجد يقال يعني انتشار حقيقي. فيتوجد جداريات باللغه القديمه او اللغه الرانكمت بشعر المربعات اللي نحن بنقول عليه هنا الدوبي. فكانت متطوره جدا مروي الثانيه وجميله جدا. صح. ونحن دائما اللي بنتكلم يجوا المؤرخين يؤرخوا حتى للشعر، بيتكلم عن فترات حديثه، فمهم انه ايضا يعني المثقفين والباحثين في هذا الجانب للأدب والثقافة يعرفوا أنه منذ حضارة كوش كان عندنا جوانب لوجود الشعر في الحضارة السودانية. وجود الشعر ووجود القصة كمان. يعني الشعر في جدارية أقدم من كده، في جدارية اللي تحتمس هي بشعر الدوبي أو شعر المربع. نحن ما بنقدر نفصل الحضارة من بعض، حضارة وادي النيل هي حضارة كاملة. القصة في الحكيم ساندي، كان عنده مجموعه من القصص بسلبها الملوك او ابناء الملوك لحد الان دي موجوده. فالموسيقى كمان، نحن اكثر شعب عندنا الات موسيقيه مستمده من العهد القديم او من التاريخ السوداني القديم. ومروي كان يعني حتى على جانب الاقتصاد، يعني بما اننا نتحدث في هذا الربط والاسقاط على الحاضر والمشكلات الموجوده في الواقع والمعالجات لها في الامتداد الحضاري، حتى في مسألة الاقتصاد مروي كانت منتعشة اقتصاديا، كانت ممر لكثير من القوافل التجارية، كانت أيضا مدينة زراعية، يعني جوانب مختلفة للانتعاش الاقتصادي كان في مروي. نسبة لعلاقات مروي، العلاقات الخارجية لمروي كانت قوية جدا، بالذات في عصر الملك أركماني اللي هو كان بالبطالمة في أوروبا، وكان علاقته قوية بأكسوم اللي هي في الحبشة، وكان يعني العلاقات قوية لأنه هي المعبر التجاري. كان كل القطن مثلا كمادة أساسية، والصوف والعاج، وحتى الأعمال الفنية، الألوان
الالوان كانت بتستخدم لكل الجداريات سواء كان هنا او في كيميت كيميت اللي هي مصر، كان بتجي من السودان في منطقه قريب من حلفة لحد الان موجوده، هي بياخذوا منها الماده اللي بتتعامل منها الالوان ملونه. ايوه صح، ودي جوانب مهمه الناس تذكرها في يعني حتى حديثك عن الحمام الملكي. نحن عايزين يعني نخلي كل الناس اللي شاهدونا يشوفوا المشاهد دي، يعني الحمام الملكي قبل كل هذه السنوات وقبل كل هذه القرون كان حديث عن انه تصميم مختلف، يعني حتى اليوم يمكن ما نجد مثله، حديث عن المسك المستخدم، المواقع اللي توجد فيها حتى الصابون اللي بيغتسلوا بها الملكات وغيرها، فمهم نتكلم عن المشاهد دي. الحمام الملكي بداية هو بتجي مياهه من النيل مباشرة، بتخش عبر تصفية أو تنقية للمياه، بعدك بتخش الحمام الملكي ومنها بترجع تاني للنيل. وكان المياه بتطلع من عبارة تماثيل لعدد من الحيوانات، وكانت رمزية لعدد من النتر. هو الخواجة بيقول عليهم آلهة، هما ما آلهة، هما نتر أو نترو، أصحاب قوة خفية أو منوطة، زي الكرامات بتاعت المتصوفة، هما ما كانوا آلهة. صح، الحديث عن النتر طبعا يحتاج حلقة كاملة مختلفة نتحدث عنها إن شاء الله. فكانت المياه بتطلع من هؤلاء النتر، مثلا صخمة، أبادماك، حورس، إيزيز، أوزاريس، نفتيس، فكلها بتطلع، بيس مثلا القطة، فبتطلع من فوهات المياه. الحمام جميل جدا، راقي جدا، هو حمام ملكي اعتباره للملكات يعني، لانه بتحس به انثوي كده، حمام راقي شديد، ورد ومياه وحوله اشجار كثيره، والماء بتجي من جانب والمسك من جانب، يعني مشاهد حتى العطور كمان حتى الحاضر ما موجوده. صح، نفس العطور القديمه اللي هي نفس العطور اللي بتستخدم المراه الان، اللي هي من الخمره مثلا، والارتباط. ايوه، الارتباط للموروث الثقافي ده يمكن يعني يكون كبير، لكن لانه شاكر بشير لي بخمس دقائق، مهم انه نرجع لتهارقه. أيوة، ونتحدث عن انه يعني التميز اللي بيخلي تهارقه هو حاضر في الاذهان حتى الان، يعني ذكرت في بدايه حديثك عن الحديث عن القائد، التحديث عن غيره، لكن الاحداث التاريخيه اللي كان موجود فيها تهارقه، ومباشره نذكر الناس كمان بحدث اليوم. الحدث اليوم هو نقل تمثال تهارقه من المتحف، في المتحف من مكان لمكان، المتحف القومي، دي دعوه للجميع الساعه 4، الساعه 4 يجوا يحضروا الفعاليه دي، لانه ده انا بشوفه هو الرمزيه الوطنيه الحقيقيه التاريخيه لنا اليوم. تهرقة أعظم مناور عرفه التاريخ القديم، ذكر باسمه 5 مرات في الكتاب المقدس، كوش ذكرت باسمها في الكتاب المقدس 40 مرة، فده دلالة على أصالة هذا البلد وعظمة هذا الشخصية ذات تهرقة، اللي كان كل الناس يعني هو من أهم ميزاته إنه عمل معابد كثيرة، عمل دور كثيرة. أهم حاجة مثلا في مصر في نلقى في عمود فضل واحد من الأعمدة بتاعته الكبيرة جدا على أعمدة في المنطقة بتاعت الأقصر، على عمود هناك بتاع تهارقة، معبد الكوة في البركل، عمل معابد كثيرة جدا في منف في الحتة دي. حتى هو كان لما جه توج كملك استنى أمه دي، لأنه هو قال أنا تركت أمي منذ 20 أو كنت في 20، فسوف تأتي إلي حتى تدين متوجا على عرش حتور، وأنا ألبس الكبرتين أو التاج المزدوج. صح، يعني الحديث عن تهارقة وعن ملوك كوش بالتأكيد هو حديث ممتد، وبالتأكيد حنتحدث عنه في حلقات قادمات. نحن دائما يعني نتحدث عن الحضارة السودانية، يمكن حتى المشاهد أو السامع دائما بيتكلم عن إنه نحن يعني هو شنو الفائدة نتكلم عن التمثال وعن تهارقة وعن غيره، لكن حديثنا دائما ما بيكون هو حديث عن الحدث نفسه أو التمثال نفسه، هو حديث عن حضارة ممتدة زي ما ذكرنا عندها امتدادات في الحاضر، ممكن إنه تحل كثير من المشكلات. نتكلم أخيرا عن مشكلاتنا في المحتوى الرقمي وأهمية وجود هذه المعلومات في المحتوى الرقمي. نقول أنا أبدأ بكلام لسيدنا علي بن أبي طالب، قال من وعي التاريخ في قلبه أضاف أعمارا إلى عمره. فأنت لما تعرف تاريخ أنت بتعرف الماضي وبتعيش الحاضر وتتنبأ بالمستقبل.
لو كل السودانيين او كل الساسة والناس اللي بياخذوا حيز في السودان وعوا قدر شنو اجدادهم كانوا عظماء وقدر شنو اجدادهم عملوا مجد عظيم انه يذكر في كل الكتب السماوية، حتى الخالق مجدهم وحتى التواريخ القديمة مجددهم، فكان يعني عبرنا وكان عرفنا كان عرفنا أهمية الحفاظ على هذا التاريخ، وانه الانسان يشعر بالمسؤولية لامتداد لهذا الحضارة، وانه امتداد لانسان كوش يجب ان يكون بقدر هذه المسؤولية انتماء لهذا الحضارة وانتماء لهذا الوطن. شكرا لك جزيلا مهند نصر الدين، وكان حضور اليوم وحديث عن نقل تمثال تهرقة داخل المتحف القومي. نذكركم بالحدث الساعة الرابعة اليوم، الساعة الرابعة مساء، يتواصل هذا المد الصباحي على شواطئ مختلفة بعد الفاصل.